كأنك تثق في نفسك وخوف على المكان والدرفة وصعب تعيد اللقب هناخد مع بعض رزق ولو لمرة نجوم في السماء إنما انت عارفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش يكون جازف والباقي بقى انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش ليه الخوف مكان وسطنا نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء ايه زي الفل جاهزه معانا جاهزه اوكي عرفنا اول حاجه ان انت مالكيش في مغامرات خالص الكلام ده صح خالص يعني ما عنديش فكره ان انا اعمل حاجه فيها مغامره انا شخص بيخاف جدا قلق جدا قلبي مش جامد خالص خالص قولي لي ايه نوعيه المغامرات اللي انت ممكن تعمليها اصلا بص اي مغامره ممكن اعملها او هتجمد قلبي شويه لو اي حاجه معليه يعني لو ليلي صممت تعملها وانا خايفه عليها فهضطر اعملها اوكي دانا وميس اخواتك عاملين زي كده ولا قلبهم اجرأ منك شويه دانا مش جريئه لكن ميس جريئه ليلي بنتي اجرأ مننا احنا الثلاثه بما انك انت مالكيش مغامرات خالص عملت ايه عشان تستعدي مغامرتنا النهارده اخواتي لما حكيت لهم الفكره بس البرنامج قالوا لي مي انت متاكده ان انت رايحه قعدت كده شويه قلت ايه ده صح ازاي انا وافقت ان انا اجي بس حقيقي انا اول مغامره في حياتي هعملها هتبقى النهارده متشجعه جدا 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 اني هشوف مصر من فوق هشوف حاجه عمري ما يعني حاجه عمري ما عملتها وحاجه هتكون اكيد مختلفه عارف وانا بفكر اصلا اني هنط حاسه ان انا متردده في الكلام بقول اي عارف بتوه انا انت هتعملي كده طب انا ممكن امشي دلوقتي على فكره عادي لكن متاكده ان هي هتكون تجربه مختلفه تماما ايه الحاجه المستحيل تغامري بيها بنتي واهلي احنا خلصنا الاسئله دلوقتي وعشان تاخدي تاشيره المغامر دي هنروح ونشوف ايه اللي هيحصل في الفي ار تيست ماشي ده المفروض تيست هنختبر بيه ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره ونشوف بقى هنديك التاشيره ولا لا هوب اختص لا 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 يس شمال بقى هو ليه مش بقوم طيب خلاص كده ما انت كده 51% مغامره لا بجد لا انا كده مغامره وانجزت انا عديت ال 50% ده انا فرحانه بنفسي قوي وده هيديك لقب مغامره يجي منها انا مرعوبه بصراحه يعني مش هكذب يعني بصراحه خايفه قوي بس حاسه ان هو تستاهل عارف مغامره تستاهل هتستاهل صدقيني والله دلوقتي انت جاهزه لتاشيره المغامر خدي باسبورك وسلميها لهم هناك اوكي اتفضل طب قبل ما نطلع بس على الطياره عايزك تسجلي فويس نوت مش هنسمعها الا قدامك لما تنزلي من الطياره اتفضل خلاص هسافر هروح اتفضلي مامي مي قبل ما ننطلق على مغامرتنا عايز اعرف منك كان نفسك يكون مين معانا دلوقتي عشان يعيش معاكي مغامره اكتر حد اكيد ليلي اشمعنى بنتي فعايزاها معايا بس لا تصدق ممكن اخاف عليها قوي يعني مش لا لا ممكن اعملها عشان انا قلت لك انا مش شجاعه قوي لو انا لوحدي هبقى خايفه على نفسي او قلقانه على هنا هبقى قلق تريبل عشان معايا ليلي فهبقى خايفه عليه قوي ممكن اخد في المغامره دي قلب حد قلبه جامد شويه ممكن اخد حد من صحابي اللي قلبهم جامد او اخد ميس اوكي طب بس نخيلها ليه دلوقتي اوكي عايزينك تكلميها دلوقتي حالا وتدخليها معانا مغامره ثرو فيديو كول ان انت تكلميها فيديو كول وتعيشيها معانا في المغامره يلا بينا طب يلا بينا يلا بينا هاي ليلي هاي يا مامي اخبارك ايه انت كويسه بص يا ها
هاي دي دانا دي كمان دخلت، ده العيله كلها دخلت معانا يا جماعه. هاي انتوا عارفين انا هعمل ايه دلوقتي؟ مش عايزين نعرف. لا هقول لكم سكاي دايفنج. مرعوبه. تخيلي يا دانا انت معايا، تخيلي. انا بخاف من العالي موت. ايوه انا مرعوبه اصلا من دلوقتي. بيقولوا لي مين اكتر حد نفسه لو انت عملتي السكاي دايفنج يبقى معاك؟ قلت لهم ما يسال بقى جامد. انا ودانا قلبنا مفيش خالص. ده انا بموت خوف. دي ميس فين؟ دخلوا ميس عشان العيله كلها تبقى طلعت. فين ميس؟ الست ميس بتغني لي نطي نطه يا دبدوبه. طيب اقول لكم باي، اي لاف يو. لا اله الا الله. ليلي اي لاف يو سو ماتش. يلا عشان تشوف الكوكب من فوق عامل ازاي. اوكي باي. نجوم السماء، نجوم السماء. جاهزة؟ يلا بينا. خليني اسألك، بتقفلي موبايلك امتى وتبقي مش عايزة تكلمي حد؟ اما بكون متضايقة بس، يا مش كتير بس كده؟ ما بعملهاش. بس اوقات بقى يعني مبقاش عايزه اقفله قوي عشان لو حد من اهلي او ليلي او اي حد كلمني. بتواجهي ارقام غريبه ولا لا؟ لا صراحه مش تناكة. مش تناكة والله، مش تنكة خالص. بس ما بحبش ارد على ارقام غريبه عشان مش عارفه. خلينا نفصل شويه عن جو المغامره واسالك شويه اسئله سريعه نخف بيها جو التوتر ده. بليز. لو معاكي ميسه دلوقتي في الطياره قلدي رد. حته قلم ليه؟ طيب ما خدتوش بحياتها. طب قولي لي، هي كانت قلدي رد فعلها ايه؟ ميس مالك متوتره كده ليه؟ انت اوفر قوي في كل حاجه بجد. انت غريبه قوي قوي قوي. نطي نطه يا دبدوبه. طب دلوقتي هسالك سؤال يا مي، بما انك خايفه متوتره كده، لو جاوبتي عليه 3 ثواني مش هنزلك. مش هتسألني؟ مش هنزلك، ما هنرجع تاني. مش هتنزلني. احلف. مش هحلف، بس يعني لو 3 ثواني. طيب. اوكي؟ قولي لي اسم خالد النبوي واحمد السقا ومي سليم في فيلم الديلر. 3 ثواني. سماح ويوسف وعلي. هو 3 ثواني خلصوا، فانت كده هتموت. ايه ده؟ ليه؟ انا اسف. انت طالع بني ادم على فكره. مع السلامة عليكم. انا اسف. مع السلامة عليكم.
Okay, you're free. Thank you so You're much. Very welcome. مي احنا تمام الحمد لله على السلامة. لا مش هقوم شوية كده انا قاعدة معاكم. احنا عايزينك انت قاعدة بس تقول لنا اهم حاجة اتغديتي امبارح. ده بجد؟ معلش ده بجد جدا. سؤال خطير في وقت اخطر. وبص على الحلاوة حلاوة دي بلدي ونجاوة نجاوة بص على الحال. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. مبسوطه؟ انا مش قادره اصدق ان انا عملت كده. ده انا قلبي جامد بقى. لا ده انا طلعت قلبي جامد كده ما طلعتش سهله. لا ده انا قويه جدا. ما هي انا اعرف منك كل التفاصيل اللي حصلت بس قبل ما نبدا عايزين نسمع الفويس نوت اللي سجلتيها قبل ما تطلعي الطياره. مامي انا بحبك قوي 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 اكتر حاجه في الدنيا. وميس دانا هايدر ليلي ميس لو سمحتي ركزي مع ليلي عشان عارفه ان انتي تايهه شويه. ميس ركزي مع ليلي فعلا. يعني خدوا بالكم منها خدوا بالكم من نفسكم. لاف يو اول. لا اله الا الله. انت كنت متوتره قوي 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 قوي. لا بقول لك لغايه اللحظه اللي انا واقفه معاكي فيها دي انا مش عارفه اقف على رجلي بجد. بس عايزه اقول لكم الاكسبيرينس خطيره 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 وانبسطت قوي. والمنظر من فوق يعني مهما الكاميرات صورت مهما حبيت اوصف لك او اشرح لك اللي حصل لا الموضوع مختلف تماما. ومصر حلوه قوي قوي بجد. طب ما هي عندك استعداد بقى تكرري التجربه تاني ولا لا؟ مش عارف يعني ممكن جدا جدا يعني ما دام عملتها اول مره اه ممكن اعملها تاني. ايه المشكله خلاص بقى انت بقيتي اكسبيرت اعملها تاني. طيب ما هي بما اننا في العين السخنه تفتكري هي ليه اصلا سموها العين السخنه؟ لا أسئلة الثقافة دي ما أحبهاش. العين السخنة أكيد مش بتطلع شراب؟ لا عشان فيها عيون كبريتية كتير. شفتي بقى دي اللي عمري ما كنت أعرف. بس لا بس قربت. ما هي إحنا خلصنا انبسطنا معاكي جدا. أنا انبسطت جدا جدا. ميرسي إن أنت اديتيني ثقة في نفسي أكتر. حسيت إن أنا عملت حاجة النهاردة مختلفة وجديدة. ثانك يو ميرسي يا مصر. تحيا مصر. تاريخ ما
نمشي في أرضها للآخر وقيل.